كتير صبايا شجعوني انه اعمل براند باسمي، فان شاء الله ان شاء الله الموضوع خلص. بلشت افكر فيه وبلشت افكر شو البرودكت اللي ان شاء الله حتكون باسمي، بس اول اشي حبلش باول تو برودكت وان شاء الله سون سون رح اخبركم عنه. وأكيد أكيد بالنسبة للأسعار أكيد مش رح أضرب بالعلى، اللي رح أجيب شغلات اللي كل صبية تقدر إنها تشتري من البرودكت تاعي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يوفقني ويسر الأمور، وإن شاء الله إن شاء الله رح أخبركم قريبا عن البرودكت. أنتوا بصراحة شجعتوني، ولا أنا الموضوع كان بس فكرة كان ببالي، بس الأكترية منكم كانوا مع إنه أعمل برودكت باسمي، وأنتوا شجعتوني وإن شاء الله يا رب خير. الناس اللي عم تسأل زين ديانا كارزون أختك، ديانا كارزون أختي، وأنا هلا حطيت لكم أكاونت على الإنستغرام. بليز بليز للناس اللي عندي مش ضايفينها ضيفوها، بدنا اليوم نوصلها للمليون. I love you. هلا صبايا بالنسبة لحفلة زياد برجي، خلص البنات في بنتين ربحوا معانا في السحب، إن شاء الله اليوم رح يتم التواصل معاهم لحتى نعطيهم التذاكر. وأي حدا حابب إنه يحضر حفلة زياد برجي حطيت لكم البوست هلا مع أرقام التليفون، تقدروا إنكم تحجزوا وتروح الحفلة وتنبسطوا. أيام بكونوا هن نفسهم مش عارفين شو معلهم، بس منكدين وبس حاسين إنه هيك في إشي كابس على صدرهم ومن هالأمور، يعني أمور الحياة بدلهم يفكروا فيها كتير كتير. يعني الإنسان إلا ما يومه تمر عليه شغلات سيئة، ظروف صعبة، فبدي أعطيكم حل. يعني في كتير ناس كونوا مش عارفين شو الحل. أنا شخصياً من تجربتي يعني جربت هذا الحل وبصراحة مشي معي كتير. الاستغفار صبايا وشباب، الاستغفار قد ما فيكم استغفروا. الاستغفار هيك بيعطيكم راحة نفسية، طمأنينة للقلب،
الاستغفار قد ما فيكم استغفر كل همومكم تزول، كل عصبيتكم تزول، كل. وبدي احكي لكم كمان عن ابلكيشن نزلوه على التليفون، انا منزلته شخصيا وكثير مستفيده منه، فيه اذكار وفيه ادعيه وفيه كثير امور بتجنن، اسمه اذكار. افتحوا الابلكيشن اكتبوا اذكار، هلا بصوركم اياه من موبايلي. اكتبوا اذكار ونزلوه، فيه اذكار الصباح، اذكار المساء، اذكار الليل، اذكار قبل النوم، ادعي من الرسول، ادعي بالقران الكريم، كمان يعطيكم مواعيد الصلاه، كل هاي الامور بتلاقوا بهذا الابلكيشن. دائما حاولوا ارقوا حالكم الصبح بهاي الادعيه، وبالليل قبل ما تناموا كمان ارقوا حالكم واستغفروا، استغفر الله العظيم دائما وابدا. الاستغفار بيريح النفس، وانا في انا عن جد من تجربه الاستغفار قديش بيريح لي نفسيتي، قديش بحس خلص يومي هيك كله هدوء. الاستغفار للناس اللي رزقتها قليله، قد ما فيك استغفر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين رح يبعث لك الرزق ان شاء الله. الاستغفار للناس اللي رزقتها قليله، قد ما فيك استغفر، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين رح يبعث لك الرزق ان شاء الله. الاستغفار للناس